كل واحد فينا بطل لحدوته، وكل بطل بيقابل صراعات، صراعات مع الأقدار، صراعات مع المحيطين بيه، صراعات مع نفسه. في ناس بتواجه حتى صراعات مع الزمن. إيه الصراع الأكبر والأقوى في حياة علاء مرسي؟ الصراع عدم الاكتفاء بتحقيق ذاتي، يعني عدم الرضا هو أكبر صراع. النرضى أو لا أرضى، راجع للي حواليك، للمحيط وللوسط الفني، ولا مع نفسك؟ مع نفسي. مع نفسك، لأن أنا السبب. أنا بتهم أولاً علاء، ثم أتهم الآخرين إن هم ملحقوش علاء. طب ملحقتوش علاء ليه لو أنتوا بتحبوه من يغلط كده؟ يعني علاء بيغرق نفسه، سيبه ليه يغرق نفسه؟ ليه ما علاء لو أنت بتحبه؟ طيب أنت اللي بيتغرقه، ده موضوع بقى الآخر. استغله بقى، استغله، ده موضوع التاني. أهم الصراعات اللي في حياتي أنا شخصياً كفنان وكإنسان هي توحدي مع المهنة اللي أنا بعملها. أنا عندي مرض التوحد مع شغلتي، أنا بتوحد مع الشخصية. حضرتك قادر على التمثيل، على الإخراج، على الإنتاج، ومع ذلك ما حققتش ما يشعرك بالاكتفاء ولا في واحدة فيهم. ولا في واحدة فيهم. التمثيل فارق شوية، إنما الإخراج إلى الآن عندي حلم أطلع صورة معينة من وجهة إخراجية، من وجهة نظر ممثل، مش من وجهة نظر مخرج. يعني أنا لما هخرج بخرج من وجهة نظر علاء الممثل، اللي هو نفسه يبقى الحتة معمولة كده، الصورة بالشكل ده، الزاوية دي، العدسة دي، الرؤية دي، الديكور ده، اللوكيشن ده. أنا عندي الحلم ده. حضرتك قلت إنك شفت فنانين كبار جداً، شفتهم هم مخزولين من السوق ومن المخرجين والمنتجين ومن جمهورهم، شفتهم هم منسيين، شفتهم وهم مهملين مش قادرين يعيشوا حتى كويس. ما هو أصعب حاجة على الفنان أن يرفض، أن يحس بالرفض أو يحس بالإهمال. وأنا شفت نجوم قامات كبيرة. زي مين؟ شفنا أستاذ توفيق الدين العملاق ده، العملاق ده شفته قاعد على كرسي في المسرح راح في كواليس ساكت بالأربع ساعات قبل ما يجي مشهده ويدخل، هو ساكت وقايم ومتضرر وإحساسه إن أنا معاه. بعد التاريخ، بصي، بعد النجومية والأضواء، بص، لكل شيء نهاية حقيقي، والبقاء لله. صحيح، خلاص إحنا متفقين. صحيح، البقاء في الآخر لله. خلاص، صحيح. ولكن ما نعجلش إحنا بالإعدام. أنا مؤمن جيل سلم جيل، بس ما تنساش الجيل اللي سلمك، لأنك أنت لا شيء من غيره، لأنه هو اللي علمك، هو اللي عرفك، هو اللي حببك. أيوة، حضرتك عندك تحفظ على ده، على فكرة أنه عشان يطلع جيل جديد لازم دايماً نهمل القديم. فيبقى جيل بياخد مكان جيل، مش جيل بيسلم جيل. بالظبط. لا، أنا ما بموتش جيل لصالح جيل. وبعدين تكتشفي أما تسافري برا ما يكلموكيش على الجيل الجديد، طبعاً بيكلموك على الجيل القديم. صحيح، بيحبوا الجيل القديم. صحيح. طب أنا مش ضد الجيل الجديد، بالعكس، ده أنا متحمس له. ولكن وانت بتاخد المكان اعلم إن في ليك ظهر، اوعى ترميه.